فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تكلم بعض المالكية المتأخرين عن هذه المقدمة وقالوا إن الوهابية حرفوا فيها. لا، هم اللي حرفوا فيها، الوهابية ما حرفوا فيها، اللي حرفوا فيها هم أتباع مذهب مالك المتأخرين، فسروها على ما يوافق أهواءهم. أما شروحها القديمة فهي جيدة، أما شروحها المتأخرة ففيها تحريف كثير، يريدونها أن تتمشى مع مذهبهم وعقيدتهم. نعم.